آه آه شو هالليلة، إذا بنام شهر كامل ما بخلص من هالوجع اللي بجسمي. آه يا الله. تصبحي على خير وأحلام سعيدة يا روحي. أي هذا المعتوه مفكر إنه صرنا عشاء وبعت لي رسالة. صارت تقلب معدتي بعد ما شفتها. بكرة الصبح بيبعت لي رسالة صباح الخير. يا جماعة حدا يلحقني أحسن ما أموت وطق من قهري. أنا لازم طفش هالمجنون من حياتي بأسرع وقت. لازم آخذ دروس عند رفيف كم درس تطفيش. ليك اللي عم يصير معك بعد هالعمر يا مديحة، شو بدي ساوي؟ رفيف جوفينير؟ اي نعم. هالطرد لإلك يا خانم، لو سمحتي ممكن توقعي لي؟ هون. شكرا، بالإذن منك. تعال شوف جان، تعال شوف شو اشتريت. صباح الخير، كيفك؟ صباح النور. شوف شوف هاي حلوة كتير. ما تعال عود لورجيك الباقي. ليك كتير مهضومة هالكنزة. هدول اشتريتهم لسمعه، قلت بيلبسهم هو وبعدين بس يولد ابننا بياخدهم من أخوه الكبير. رفيف انت عم تحكي عن جد؟ طبعا جد. ليش شوفي؟ ما في شي، بس ما رضيتي اني روح اجيب الاغراض لابننا لانه قلتي لي مو منيح نجيب قبل ما يولد بكتير. ايه صح، بس هلا صار الوقت. ليك شو حلوين هالغراض. ايه طبعا، قرب الوقت لانه بطنك عم بيكبر. انا كنت عملت لك قهوه، رح جيب لك اياها فورا ورح حضر الاكل. لا لا رفيف، انا طالع، لا تجيبي لي شيء. لوين رايح؟ قصدي لا تتاخر مشان نتغدى سوا. سيارتك لساتها بالتصليح رفيف؟ ايه، يا ريت تترك لي سيارتك. ايه ماشي، يلا ديري بالك، بشوفك.